أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من القدس العربي تحت عنوان الفساد في العراق، ساسة النهب ورعاة السلب. جاءت افتتاحية صحيفة القدس العربي حيث يتعاقب الكشف عن المزيد من التفاصيل المذهلة في قضايا الفساد الأخيرة داخل هيئة الضرائب في العراق، وانطوت على سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين الحكومي بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد سحبت هذه الأموال خلال الفترة بين 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، وبذلك فإن سحوباتها استغرقت زمنا غير قصير، وهذا يعني أن السرقات تمت بعيدا كل البعد عن أي رقابة جدية، واتخذت طرائق مختلفة لم تجد عوائق جدية أمامها تحول دون توقيفها أو فضها، وإلى الآن لم يتم الكشف داخل الهرم الأعلى للنظام عن رعاة تلك الشركات والجهات التي تساندها وتحفظها من المحاسبة والقضاء. كي يدرك المواطن العراقي حجم هذه السرقة بمعنى حاجاته الإنسانية والتعليمية والتنموية، قال بيان صادر عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إن الأموال المنهوبة تكفي لبناء 4000 مدرسة حديثة، أو بناء 40000 شقة في تجمع سكني، أو بناء محطة كهرباء تتكفل بتأمين 3 محافظات، أو تسديد رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية على مدى شهر كامل. أما المصادفة الأكثر مرارة فإنها افتضاح كارثة فساد أخرى جديدة في توقيت مميز، هو الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين الأول أكتوبر 2019 التي كان شعارها الأبرز محاربة الفساد وفضح اللصوص. وبالطبع كان الأسهل على السواد الأعظم من ساسة العراق وقادة الأحزاب والميليشيات أن يسارعوا إلى إدانة الفضيحة وأن يتسابقوا في إبداء الحرص على أموال الشعب العراقي، لكن أي من هؤلاء لن يتطوع إلى إعلام المواطن العراقي بأسماء أصحاب الشركات التي حولت إلى حساباتها تلك المليارات والتريليونات. يقول الكاتب أحمد سعداوي في صحيفة العربي الجديد: في حال مضت الأمور من دون مفاجآت سيكون إقرار حكومة السودان حدثا فاصلا من نوعه، يؤذن بمزاج جديد في العمل السياسي العراقي ساهم مقتدى الصدر بفرضه على اللاعبين السياسيين وعلى أرض الواقع كذلك، فعلى خلاف المزاج المنتشي لأقطاب الإطار التنسيقي وأنصاره وشعورهم أنهم انتصروا على الصدر وأرغموه على الاستسلام، فإن ما يتحقق اليوم هو افتراق الساحة السياسية إلى سلطة ومعارضة. ويضيف الكاتب كذلك أن الفشل الأكبر للصدر ليس جلوسه في منزله مقاطعا العملية السياسية، وإنما أن يتراجع عن اللقمة الكبيرة ليرضى بالفتات على مائدة تحالف إدارة الدولة الذي يقوده صقور الإطار التنسيقي وتحديدا نور المالكي وقيس الخزعلي. السوداني ليس سوى قناع لعودة نور المالكي إلى الواجهة، وما يعززه هو الحديث عن عزم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على استعادة منصبي نائبي رئيس الجمهورية، وسيكون واحد منهما ومن دون أدنى شك من حصة المالكي. في المجمل ليس المشهد الحالي أقل من عودة مظفرة للمالكي من كل أبواب اللعبة السياسية، فعبد اللطيف رشيد نفسه هو صديق قديم للمالكي، والسوداني هو من فريق المالكي، ولا تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه سيعارض سيده وصانعه السياسي. إنها بطاقة عودة نادرة وثمينة، ولم يكن يتوقعها أحد لرجل يوصف بأنه المتسبب في انهيار المؤسسة العسكرية أمام الغزو الداعشي لثلث العراق، والمسؤول عن ضياع مليارات من أموال النفط، والذي قاد منهجاً طائفياً إقصائياً تسبب في الخراب الذي يعيشه البلد اليوم.
والراعي الأكبر للميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا. وهناك مراقبون ومعلقون كثيرون يحملون الصدر مسؤولية هذه العودة غير المتوقعة للمالكي إلى الواجهة. في سطور التجربة العراقية المنتهكة للمواطن فصول مغموسة بالتجاهل الدولي المنهجي لحقوق الشعب العراقي، على الرغم من العزف المتواصل على طبول حقوق الإنسان والقوانين الدولية، أما بقية الفصول فستحفل بالتهاني والتبريكات بنجاح الانتخابات، أولاً على الرغم من أن نسبة المشاركين فيها لم تزد عن 20% فقط، كما التهاني بتمكن البرلمان أخيرا من تجميع أعضائه من جديد في المنطقة الخضراء والتصويت مرتين، لأن المرة الأولى قطعت بسبب قصف المنطقة الخضراء لانتخاب رئيس للجمهورية كلف بدوره بالأحرى رئيسا للوزراء ألا وهو محمد شياع السوداني. وتتساءل الكاتبة، ما الذي حدث إذن ليصبح غير المرغوب فيه مرغوبا؟ ما الذي تغير ليعود إلى الواجهة من أشعل ترشيحه نار النزاع والاقتتال بين الأطراف، وأظهر إلى العلن ملفات الابتزاز بأنواعها من التعيينات الحكومية إلى المقاولات إلى إدارة شبكات التهريب والدعارة والمخدرات والتهديد يفضح الفساد والإرهاب العام بإطلاق يد ميليشيات الاختطاف والقتل. وكان لإحاطتها قوة العصا المشرعة بوجوه الساسة، وهي مع الأسف الشديد أكثر تأثيراً من دماء الشهداء المحتجين المطالبين بحقهم في الوطن، ومن كل ما كتب وقيل بصدق ووطنية عن التدهور الكارثي بمختلف المجالات في البلد، وعن المسؤولية الكبيرة التي تتحملها دول الاحتلال. وجاء عامل الضغط الثاني متمثلاً بموقف المملكة المتحدة، حيث سارع السفير البريطاني مارك برايسون ريتشاردسون لتأييد إحاطة بلاسخارت، مضيفاً بما يقترب من التهديد أن أعمال العنف التي يشهدها العراق غير مقبولة ولا يمكن السماح بتكرارها، ولا يمكن عند التذكير بدور القوى الخارجية إهمال دور الكيان الصهيوني. أما التدخل الإيراني فهو متغلغل في عمق الحكومة والميليشيات، وجراء هذه الضغوط والتحذيرات المختلطة بالتهديد من الدول التي عملت بجد على تحطيم العراق، ومن منظمة دولية لم تعد قادرة على تغطية عري الإمبراطور، كان لابد أن يتوصل المتنازعون على السلطة إلى حل يعرفون جيداً أنه ليس علاجاً حقيقياً، إلا أنه يضمن لهم إبقاء العراقي ضعيفاً. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالاً تحدث فيه عن مطالبة الجالية المسلمة في مدينة سلفادور التابعة لولاية باهايا البرازيلية جامعة هارفارد بإعادة جمجمة رجل مستعبد يزعم أنه شارك في انتفاضة شهيرة للمسلمين الأفارقة في المدينة سنة 1835. وقال الموقع في تقريره أن جمجمة هذا الرجل هي جزء من مجموعة موجودة في جامعة هارفارد تعود لبقايا بشرية ل19 شخصا من أصل إفريقي يرجح أنه مستعبد في الأمريكيتين. وفي تفاصيل القصة يقول الموقع، في سنة 1835 نزل 600 مسلم إفريقي إلى شوارع سلفادور وقاتلوا الجنود في محاولة منهم للسيطرة على المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها. أسفرت المعركة عن مقتل ما لا يقل عن 70 من الماليز، وهي كلمة استخدمت للإشارة إلى المسلمين الأفارقة في القرن 19 في باهية، بينما سجن وجلد كذلك ورحل نحو 500 آخرين. ومن المفترض أن الجمجمة تخص رجلا أصيب في القتال وتوفي في المستشفى. يعتقد عبدول أحمد الشيخ المحلي المولود في نيجيريا أن تاريخ المنطقة هو السبب في أن سلفادور كانت أكثر مدينة برازيلية تضم أكبر عدد من السود الذين اعتنقوا الإسلام سنويا. وأضاف، العبودية شيء سلبي، لكن تاريخ التمرد ليس كذلك.
عندما يتعرف الناس على تراث مسلمي البرازيل الماليز في باهيا سيبدأون في رؤية الإسلام بعيون مختلفة. أوضح الموقع أسباب الانتفاضة التي تشمل الظلم المتأصل في العبودية والظروف المعيشية الرهيبة للعبيد والافتقار إلى الحراك الاجتماعي في باهيا للأشخاص المحررين من أصل إفريقي. في البرازيل التي لم تلغي العبودية حتى سنة 1888 كانت الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة، لذلك كان مسلمو البرازيل الماليز يمنعون بانتظام من ممارسة شعائرهم الدينية. وأضاف أكاني: كان الماليز أناساً مثقفين لأن الكثير منهم كانوا متعلمين وكثير من البيض ليسوا كذلك. ساهم إيمانهم أيضاً في هذه الثورة بالنظر إلى أن الإسلام لا يقبل استعباد البشر. وأوضح الموقع أن القمع الشديد الذي أعقب ذلك كان يهدف إلى سحق أي حركات تمرد جديدة ومحو الإسلام في باهيا، حيث تم تجريم اجتماعات السود واختفى الكثير من التأثير الاجتماعي للإسلام في أعقاب الثورة. علقت صحيفة التايمز البريطانية في افتتاحيتها على التحالف الروسي الإيراني قائلة إنه تحالف شرير يجعل العالم أكثر خطراً، وقالت عندما تسقط الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات والتي تحركها روسيا على المدن الأوروبية فقد حان الوقت لكي نقلق بشكل جدي، مشيرة إلى هجوم يوم الاثنين على العاصمة الأوكرانية كييف والذي كشف عن التعاون الشرير والمتزايد كذلك بين القيادة الروسية اليائسة وطهران غير المستقرة. فهذا تحالف سيترك آثاره الجيوسياسية المدمرة إلا في حالة تم وأده في المهد وفق تعبيرها، ولدى روسيا كما تقول أكثر من 2000 طائرة إيرانية مسيرة من جيل شاهد، وبعضها تم بناؤه في طاجيكستان. ويأتي اهتمام موسكو بالصواريخ الإيرانية يقول المقال نظرا لتراجع ترسانتها المسلحة. نشر أسلحة تكتيكية كهذا يهدف لزرع الخوف في قلوب المدنيين الأوكرانيين وزيادة معدلات اللاجئين المتجهين غرباً. وضربت الغارات المناطق المدنية ومحطات التدفئة والقطارات، وبرسالة واضحة: يقود الجيش الروسي الآن محارب سابق في سوريا، وعلى الأوكرانيين توقع شتاء صعبة. وهناك هدفان آخران، أحدهما حرف انتباه الطيران الأوكراني والتشويش عليه، أما الهدف الثاني فأسراب الطائرات المسيرة كتلك التي استخدمت ضد منشآت النفط السعودية في عام 2019 ستزيد من الضغوط على الدول الغربية لتوفير أنظمة دفاع صاروخية متقدمة. ويكلف صاروخ باتريوت 3 ملايين دولار مقارنة مع كلفة المسيرة الإيرانية التي لا تتعدى عشرات الآلاف من الدولارات. وأي طريقة لزيادة كلفة الدفاع عن أوكرانيا تعتبرها موسكو وسيلة جيدة لزرع الفرقة بين الغربيين. إلا أن الأثر الرئيسي للتحالف الروسي الإيراني في مجال الطائرات المسيرة هو عولمة الحرب في أوكرانيا، فقد حاول فلاديمير بوتين بداية عولمة التهديد بالمجاعات في كل من آسيا وإفريقيا، ثم هدد بعد ذلك بحرب نووية تكتيكية. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
نعترف في الدول العربية أن انتهاكات حقوق الإنسان في تجاوز على السلطة، في تجاوز على دور المؤسسات، في تجاوز على المؤسسات الوطنية. إذا ما كان في مساءلة في إطار الحكم الرشيد ومحاسبة ومعاقبة للمسؤولين، فبصفي عنا إفلات المسؤولين من العقاب. تاريخياً المجتمع المدني هو من يقوم بحركة التغيير وانتزاع الحقوق. الإنسان الذي لا يجد قانون يحمي سيبحث عن مظلة أخرى، ربما تكون مظلة خارج القانون، تكون مظلة العنف. لاحظ إيران بتقوم في أعمال يعني تحت غطاء الدين، أعمال إرهابية واستحواذ واستلاب على السلطة، وهذا نشاهده بشكل جلي وواضح في العراق للأسف الشديد. جاء في العربي الجديد في أكتوبر: من كل عام يجدد الفلسطينيون عهدهم وولاءهم للشجرة المباركة ويبدأون الاستعداد لموسم يعد من أقدس ما تبقى من التراث الفلسطيني، موسم قطف الزيتون. حل هذه الأيام في فلسطين، حيث بدأ الفلسطينيون قطف ثمارهم بروح مفعمة بالبهجة والسرور. كيف لا وهم يقطفون اليوم ثمار ما زرعته أيدي الآباء والأجداد قبل سنوات طويلة؟ مع إشراقة الشمس تجتمع العائلة الفلسطينية على مائدة الطعام، أو ما تعرف عند الفلاحين بكسرة السفرة، لينطلقوا بعد ذلك إلى الأرض الحانية الطيبة لقضاء يوم جميل ممتع بين أشجار الزيتون، يتفيؤون ظلالها وينهلون من خيراتها في موسم الزيتون. تقرأ أجمل معاني الكلمات والفرح في عيون الجميع، الكل يساهم في هذه المناسبة الجميلة التي يحرص الكبار تحديدا منهم على إعطائها شكلا خاصا يذكرها بسنين خلت، أو لربما يعيدهم إلى طفولتهم مجددا. وصف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا البطولة القادمة لكأس العالم في قطر بأنها ستكون الأفضل من ناحية التنظيم. وجاء تصريح رئيس الفيفا في تسجيل بث عبر الفيديو من ماليزيا تحديدا، حيث يتواجد بمناسبة انعقاد اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقال رئيس الفيفا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث قبل شهر من انطلاق المونديال، إن قطر التي تنظم بطولة كأس العالم أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف الحدث الكروي الأهم من نوعه رياضيا. وعدد إنفانتينو المنجزات التي تحققت في قطر منذ إعلان منحها حق استضافة البطولات، مشددا في الوقت نفسه على تحقيق نسبة مبيعات عالية من التذاكر. هذا ولفت إنفانتينو إلى أن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من 3 ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث في 20 من تشرين ثاني نوفمبر. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة وانقطاع إمدادات الغاز الروسي، اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، ومن بينها خفض درجة التدفئة ب19 درجة مئوية كحد أقصى، كذلك إطفاء الأنوار بعد 10 مساء، واستمطار السحب، والعمل لفترات أقل، وتقليل أيام الدراسة، إضافة لاستخدام الفحم الحجري وإعادة تشغيل المحطات النووية. إلا أن اللافت للانتباه هو اللجوء إلى طرق غير معهودة سبق وأن تم التغاضي عنها. إليكم بعض هذه الطرق: تقنيات غريبة لكنها ناجحة.
واحدة من التقنيات التي تم إحياؤها مجدداً برغم التحذير من مخاطرها على المحركات وتلويثها للبيئة، هي تحويل الزيوت النباتية إلى وقود، إما بجعلها أقل لزوجة وأكثر قابلية للاشتعال مع إجراء تعديل على المحرك بعملية تتراوح تكاليفها بين 1500 و5000 يورو وفقاً لموقع ADAC. كذلك إنتاج وقود حيوي نظيف لتحليق الطائرات مصنوع من زيت الطبخ، فوقود الطيران المستدام ويرمز له بـ SFI اختصارا، يستخرج من مخلفات زيوت الطهي القديمة، وتعد فنلندا رائدة في هذا المجال، وقد بدأت بتشغيل أول مصنع لوقود الطيران الاصطناعي عام 2021 وفقا للإعلام الألماني. ومن التقنيات البديلة اعتماد تقنية إير موتو أو الموتور الهوائي التي ابتكرها الفرنسي جي نيجر، وعمل على تطويرها منذ عام 1977 لإنتاج سيارات تعمل بالهواء المضغوط. أما عن أغرب التقنيات فهي تقنية هيد ثيرمال كاربونيزيشن لتحويل الفضلات البشرية إلى وقود حيوي آمن وقابل لإعادة الاستخدام، وذلك للتخلص من الفضلات البشرية من جهة وتلبية احتياجات الطاقة من جهة أخرى. من الطرق التي يتم اعتمادها أيضاً استخراج عنصري الهيدروجين والأكسجين على شكل غاز يتحد مع الوقود في محرك البنزين لتوفير الوقود بنسبة 30% إلى 40%، وبما يعد حلاً مثالياً لمشكلة نقص الوقود وارتفاع ثمنه. فهل سيشهد العالم مزيداً من الابتكارات كبدائل لنقص مصادر الطاقة الحديثة وغلائها؟ ما رأيكم؟ إلى اللقاء.